الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البركة فيكم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتكلم عن المشاريع الجديدة، وطبعا كل شاب يسعى لأنه يكون عنده مشروع الخاص فيه، والكثير من الأفكار اللي تدور في ذهنه حول هذا المشروع. أكيد حنيفة، طبعا في الفترة الأخيرة تكررت كثير من الأفكار خصوصا في مجال المشاريع الصغيرة، وبات الكثير من الشباب يكرروا بعض المشاريع، ويعني ما في هناك تجديد في أفكار المشاريع الصغيرة. ولكن ضيوف حلقة اليوم هم ضيوف أصحاب مشاريع مختلفة ومتميزة. في البداية نحب نرحب بالفاضل محمد الإسماعيلي، صاحب مشروع بيت الزيوت النفطية ومشتقاته. حياك الله محمد. يا مرحبا وسهلا. ونرحب أيضا بالفاضل خلود البلوشية، صاحبة مشروع إصلاح وبيع الإطارات. أهلا وسهلا فيك خلود. في البداية خلود، يعني فكرة مشروع إطارات، يمكن هذه الفكرة تعودنا أن يكونوا الوافدين هم فقط من يعني يشتغلوا عليها، من وين جاتش الفكرة في البداية؟ طبعا بسم الله، أنا أول شيء جتني هالفكرة عن طريق إحدى الشركات. عملت تدريب في إحدى الشركات الرائدة في مجال الإطارات. من بعد ذلك حبيت الفكرة وحبيت أني أتعمق فيها وأدخل في هذا المجال. من بعد ما عملت جدوى اقتصادية وشفت مدى جدواها الاقتصادية في السوق. جميل، حلو. ولكن أنت بنت، يعني كيف اندمجتي مع هذا المشروع؟ ما هو حسيته مشروع غريب، حبيته وحبيت أني أدخل فيه، خاصة أن ما في بنات من قبل داخلين في هذا المجال. يعني تعتبر أنت الأولى؟ أيوة الحمد لله. محمد، يمكن نفس السؤال يعني ودي أسألك، وهو دخولك في بيع المشتقات النفطية أو الزيوت، من وين جاتك الفكرة؟ والله جاتني الفكرة بطريقة قبل بداية أي شيء. بديت المشروع قبل سابقا فترة طويلة وتعمقت فيه في حقول النفط. حلو. وبدأتني الفكرة. كنت تشتغل أول في حقول النفط؟ اي نعم، في موظف في الشركة. اي نعم. حلو. وفترة تقريبا من 10 سنوات تعمقت في المشروع. نعم. وأي مشروع تبدأ فيه لازم تكون عندك استمرارية لنجاح أي مشروع. سويت دراسة جدوى لهذا المشروع قبل ما نعم. تبدأ فيه؟ نعم بالتأكيد، نسوينا مشروع دراسة جدوى. نعم. بالتكلفة. بالخسائر. بكام بدراسة كل المتطلبات، كل المتطلبات المشروع. جميل. خلود، أنت مشروع شوية جديد وكونت أول بنت دخلتي في هذا المجال، شو أهمية أن الشخص يبحث عن فكرة جديدة وغريبة بعض الشيء في يعني في مجال عالم المشاريع الفردية؟ هي فكرة المشروع فكرة موجودة بس أنها متداولة من قبل الرجال بشكل عام، فأنا حبيت أني أكون أول فتاة أدير محل إطارات، وان اساعد اخواتي الفتيات بحيث ان مثلا ان تجي البنت تغير اطارات بروحها من دون حاجه ان يكون رجال موجود او شيء. يمكن محمد، يعني الكثير من الصعوبات اللي ممكن انك تواجهها في مجال يعني الزيوت وغيره، خصوصا انه هو مش مشروع سهل يعني مثل بقيه المحلات. الحين الشباب يعني مقبلين او هابين على المقاهي والحلاقات وغيرها من الانشطه البسيطه، لكن انت مجالك شوي صعب، كيف تتعامل؟ يعني من وين تجيب بضاعتك؟ كيف تتعامل مع السوق؟ يعني اعتقد ان انت تتواصل مع شركات خارجيه علشان تجيب البضاعه هذه. نعم، ان المشروع اول بدايتي مثل ما خبرتك قبل سابقا هو صعبه، كثير من الناس يتعجب كيف انت دخلت في هذا المشروع واخترت هذا المشروع كافة المشاريع الثانيه، ولكن المشروع هذا مشروع منتج، مشروع الحمد لله مكسب ماديا. نعم. وبديت في المشروع كنت شغال في المعدات الثقيلة. حلو. المعدات هي الثقيلة تحتاج لصيانة. والصيانة هذه لازم تحتاج ليش؟ الصيانة هذه للزيوت. نعم. ومشتقاتها. حلو. مثل الزيوت، مثل الآيل والجريز. ومشتقاتها كل المشتقات النفطية. نعم. فعلى خبرتي اللي كان في الوظيفة السابقة في القطاع الخاص في حقول النفط والغاز. نعم. كنا نصرف الشركة تدفع مبالغ شهريا للشركات هذه للشركات الثانية للصيانة. نعم. فحبيت ان انا اكون اجيب انا كوني اني مواطن شاب عماني الأولوية في هذا الشيء، حبيت اني اكون امول الشركات هذه اللي تحتاج للنفط هذه تتعاقد معهم على اساس ان انت تكون نعم، وقدرت اوصل العقود مع شركات النفط والغاز. ممتاز. والحمد لله بفضل الله،
وفضل الصندوق الرفد قدرنا نوصل واستمرينا بالعطاء يعني توصل الشركات هذه النفطية وتزويدهم بالخام هذا خام خلود استشرت حد قبل يعني استعنت ببعض المختصين في هذا المجال قبل ما تبدي في هذا المشروع؟ صراحة لا، بس أنا شفت لما كنت عاملة تريننج في شركة أحد الشركات يعني شفت تسويقهم وشفت الخبرات اللي عندهم، أخذت من الخبرات اللي عندهم وبناء على ذلك ودخلت السوق وشفت يعني عملت جدول وشفت الأشياء المطلوبة وشفت مدى فائدتها وجدواها، وعلى هذا الأساس عملت الجدول الاقتصادي وقدمتها لصندوق الرفد. يعني واستعنت بأي جهة حكومية مثلا ساعدتك في هذا المشروع؟ صندوق الرفد اللي ساعدني بهذا المشروع. بعد ما اكتملت الفكرة عندي اتجهت لصندوق الرفد وعرضت عليهم الفكرة ومدى جدواها الاقتصادية، فالمسؤولين ما قصروا يعني دعموني ماديا ومعنويا. وبعد ما جات الموافقة خلاص يعني بدأت في المشروع؟ الحمد لله بدأت في المشروع، المشروع قائم. من اللي شجعتك أن تبدي في هذا المشروع؟ صراحة شجعوني أهلي وصاحباتي وصندوق الرفد نفس الشيء شجعني على هذا المشروع كوني أنا أول فتاة أدخل في هذا المجال. محمد، يعني الكثير من الشباب البعض يقول بأنه صندوق الرفد له اشتراطات صعبة وكثيرة وطويلة وأهمها يمكن وأصعبها دراسة الجدوى، أنت كيف وجدت تجاوب وتعاطي صندوق الرفد معك؟ لا بالعكس، بالعكس صندوق الرفد كلها أمور سلسة ما دام أنك أنت صاحب العمل واثق من عملك. نعم. وعندك دراسة جدوى فيه وعارف المشروع اللي أنت تخطو عليه سلبياته وإيجابياته، سلبياته وإيجابياته طبعا. والحمد لله أن صندوق الرفد بالعكس وقف معنا، أخذنا أعطانا دورات ممتاز، أعطانا دورات وأعطانا في ناس مختصين استشاريين تجلس معهم في هذا المجال، في هذا المجال طبعا كل شيء في اختصاصه ممتاز، تجلس معه يشرح لك إيش النقاط الضعف معك، إيش اللي تتغيره، إيش اللي تقدر تسويه من المنافسين معاك، إيش التكلفة اللي تقدر أنت عليها تبدأ كبداية من أول خطوة تخطيها. والحمد لله بفضل الله وفضل صندوق الرفد الحمد لله حصلت على المبلغ اللي كنت يعني تطمح إليه. أكيد الحمد لله رب العالمين حصلت، ولكن أطمح للأكثر إن شاء الله، إن شاء الله إن صندوق الرفد هو كخطوة والحمد لله إن شاء الله نكون نطمح للأكبر والأحسن بإذن الله تعالى. بإذن الله. خلود، هل يعاني الشباب يعني من نقص الخبرة في إدارة مشاريعهم، أم أن أنت تشوف أن الشباب عندهم القدرة على إدارة مشاريعهم الخاصة فيهم؟ طبعا هاي فئتين تنقسم، في شباب قادرين على أنهم يديروا مشاريعهم بس تنقصهم المادة، أو في شباب أساسا يعني مجرد شاف واحد فتح محل معين لشيء معين راح فتح مثله، يفكر أنه مثلا انه راح اوكي راح يجيني الرزق كذا من دون ما اسعى له. هو لازم الشخص علشان يعني يكون يدير هذا المشروع لازم تكون عنده الخبره الكافيه ويشوف تجارب الناس ويشوف اخطاء الناس، يشوف اخطاء التجار ويسال ويستشير الناس المختصين في هذا المجال ويخطط للمشروع، يخطط للمشروع اكيد. كيف شو اهميه التخطيط للمشروع، ممكن يعني تشرحي لنا؟ أنا بالنسبة لي الجدول الاقتصادية هي أساس كل شيء. الشخص اللي حاب مثلا يقيم بمشروع معين مثلي أنا حبيت أني أفتح محل إطارات أو أدخل في مجال الإطارات، من خلال الجدول الاقتصادية مالتي لازم أحدد أشياء مهمة ولازم أدخل السوق وأتعمق فيه، ولازم يعني ما في ناس ما يقدروا أنهم يعملوا الجدول الاقتصادية ويستعينوا في بعض المؤسسات أو في بعض المكاتب، بس بنفس الوقت لازم يكون هو على دراية بنقاط معينة، يعني ما يعتمد كليا على المكاتب أو يعتمد كليا على أشخاص معينين، يعني يعتمد على نفسه وخبرته ويخطط، يعتمد على نفسه وخبرته ويخطط ويشوف هذا المشروع إذا هو يريد هذا المشروع وحاب يدخل فيه فعلا. نعم. محمد، يعني هل هناك لك منافسين في هذا المجال في بيع الزيوت النفطية ومشتقاتها؟ نعم أستاذ إبراهيم، في منافسين كثير. عمانيين؟ لا خلي العمانيين، في المنافسين الوافدين بالدرجة الأولى، كنا نحن منطقة الخليج عامة بالوافدين، وهذا المشروع مشروع كله كان نعلم أنه مشروع العامل الوافد. نعم. ولكن هي كبداية لي أنا، في منافسين ولكن لازم نكون نختلط بهم. نعم. نتعلم منهم. صحيح. لكن ما يكون نعطيهم يعني المجال يعني. المجال الأكثر.
في المشروع هذا، والحمد لله رب العالمين فيه. وتحاول تكسب ثقة المؤسسات بحيث أنه يتعاونوا معك أكثر. أكيد، والحمد لله الشركات الكبرى مثل الشركات النفطية، الشركات الأم قدرت أتعاقد معها. نعم قدرت أتعاقد معها وقدرت أوصل معهم. نعم. وهم يرحبوا بنا كمواطنين، إحنا كعمانيين. لما بتيه وتعرض لمشروعك أو الخدمة اللي تقدمها شركتي، والحمد لله تلقينا جواب يعني تجاوب جيد من قبل هذه الشركات. جيد الحمد لله. محمد، في يعني بالنسبة للعمانيين بالتحديد، هل هناك في شركات عمانية عندك معلومات عن بعض الشركات اللي تمارس مثل هذا النشاط؟ في شيء شركات، لكن شركات صغرى مثل محلات تلميع وتنظيف السيارات. أقصد يعني الزيوت النفطية. لا زيوت نفطية لا. ما لا. في. أنا يمكن أن أكون الوحيد في المنطقة، ولكن في لكن عماني بكفالة، بكفالة عماني، لكن هم اللي يديروها الوافدين. الوافدين. خلود، يعني يمكن محمد قدر يحصل على عقود مع كبرى الشركات في التعاقد يعني معهم لبيع الزيوت وعمل صيانة للآلات والمعدات. أنت ما قدرت تحصلي على عقود مع شركات كبيرة؟ أنا كنت أتعامل مع الجامعة كعقد مبرم من الشركة الأم اللي أتعامل معها لأجيب منها إطارات، بس أن هذا العقد حاليا يعني خلاص مرت على السنة وانتهى. فالحين حاليا أسعى للحصول على عقود من المؤسسات ودوائر حكومية. كيف تجدي يعني، هل هناك صعوبة في يعني في العمل بالنسبة للإطارات وغيرها، تواصل يمكن يحتاج سفر ويحتاج يعني الكل يتساءل ليش خلود اختارت هذا المشروع، لأن هالمشروع محتاج لجهد بدني. فممكن تخبرينا يعني ليش يعني اخترت هذا المشروع؟ تجدي صعوبة في التعاطي مع الشركات الأم مثلا في التزويد بالإطارات وغيرها؟ لا أبدا، طبعا الإنترنت وشبكات التواصل والأشياء سهلت الكثير أن أنا أتعامل مع الشركات عن طريق الإيميلات وعن طريق حتى الواتساب، عاملين جروب خاص ممتاز. عن طريق الواتساب أتعامل معهم، فما أحس أن في صعوبة أبدا. وكمجهود بدني لا ما أحس، بالعكس لأني أنا هذا المشروع حبيته كثير وحابة أني أتعمق فيه أكثر وأكثر. ويعني والحمد لله قدرت أني بأقل من سنة أحصل على علامة تجارية وأدخلها السلطنة. ممتاز. هذه يعني علامة تجارية عالمية؟ علامة تجارية أيوة عالمية. أنت وكيلة في السلطنة؟ أيوة أنا وصرت وكيلتها في السلطنة، والحين هي جاية في البحر. ما شاء الله، الله يعطيك العافية. إنسانة ناجحة طبعا. إحنا سعيدين بالحديث معاكم حول مشاريعكم، ولكن حاليا راح نطلع معاكم في فقرة طالعين.
حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام، ونكمل حديثنا مع ضيوفنا عن مشاريعهم الصغيرة الجديدة والمتميزة. خلود، يمكن كثير من الشباب مثل ما قلت أنا في بداية البرنامج أنهم يعني مكررين لكثير من الأفكار البسيطة والعادية واللي صارت منتشرة، ويمكن حتى أنا سمعت أن صندوق الرفض وقف الكثير من الأنشطة، ما صار يمولها لأنها صارت كثيرة وموجودة ومتكررة. يعني إيش سبب أنه الشباب ما يتميزوا في أفكارهم، ما يبتكروا أفكار جديدة في المشاريع؟ ليش يكرروا الأفكار العادية؟ والله للأسف في فئة تكرر المشاريع اللي موجودة بهدف أنه شاف مثلا هذا الشخص نجح أو تميز في مشروع فقال لا أنا أروح أسوي مثله على أساس أنه ينافسه يعني. نعم. بس ينافسه بالتكرار يعني. ممكن يسوي مشروع مثله بس يضيف عليه لمساته صح، أو أشياء إبداعية ما موجودة يضيفها، أو يستقطب علامات تجارية ما موجودة. نفس المشروع مثلي أنا يعني مشروع إطارات مشروع متكرر. بس أنا اللي أضفت فيه إطارات ذات جودة عالية وبأسعار تناسب جميع المستهلكين. نعم. والأسعار هي عندكم خلود يعني تنافس حتى مثلا دول الخليج؟ يعني ممكن أنت تجذب الزبون، ما يعني ما تخليه يروح مثلا لدولة يعني أخرى علشان يغير الإطارات؟ ما هذا هو التميز في المشروع. انك شلون تحافظ على الزبون او الكستمر. نعم. انك تحافظ عليه بكل الطرق. يعني انا بين فتره وفتره اعمل عروض، اعمل هدايا، جوائز، بين فتره وفتره اقوم يعني اعمل خصومات للكستمر اللي عندي، للكستمر واهاليهم. نعم. اعطيهم اشياء اضافيه ما موجوده في المحلات الثانيه علشان احافظ عليهم واحافظ انهم يجيبوا لي زبائن وكستمر ثاني من اصدقائهم. يعني بهالطريقه انت قدرتي انك تثبتي نفسك في السوق، لان السوق مليئه بالوافدين خصوصا في هذا المجال، فانت اثبتي نفسك بهذه الخطوات اللي ذكرتيها، وان هناك خطوات اخرى انت قمت فيها لاثبات نفسك في السوق. والله انا حاولوا كثيرين انهم يدمروني من اول ما دخلت في السوق، خاصه في المعبيله، لدرجه ان يعني الجنسيات الثانيه من نفس الفئه اللي انا اشتغل فيها، نفس العمل اللي انا اعمل فيه، يجوا لحد محلي يقولوا للكستمر احنا عندنا نفس هذا الاطار، تعال اشتري من عندنا. لا تشتري من هنا غالي. يعني كثير حصلت تنافس لدرجه انهم يجون يقولوا للعمال، يقولوا لا الاطارات هذه ما زينه، لا تركبوها للناس. كثير كثير واجهت صعوبات. بس الحمد لله يعني ان عندي زبائن وعندي اشخاص كثير متعاونين معي، وانهم يعني قالوا لي لدرجه انه لو يفرق بينك وبين المحلات الثانيه ريال مستعدين نجي نركب عندك. دائما يعني خلاص يعني الحمد لله للشاب العماني يعني. ايوه الحمد لله. محمد، يعني هل نقص الخبرة هي اللي تدفع الشباب، أو يعني هي سبب عزوف الشباب عن المشاريع المتميزة مثل هذه، ولا خوف يعني من عدم نجاح مثل هذه الأفكار؟ هو بالفعل هو الخوف. يقول ليش أنا أروح أجازف وأدخل في مشروع أنا ما أفهم فيه، ما أثق فيه. زين، ما يعرف إيش مردود هذا المشروع اللي هو بيدخل فيه. نعم. في المشروع أنا أقول أنا بجلس ويجيني المشروع للبيت، أو أنا أنتظر وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص اللي عملت دي 8 ساعات وخلاص. لا، الحمد لله المشاريع مفتوحة وفي إسناد من الحكومة وتوقف بجانب المواطن. ونفس الشيء حتى في بنوك في التمويل او بنوك. وبالنسبه للخبره يعني اذا ما كان عنده خبره ممكن ياخذ دورات، وهي لها دور كبير الخبره. دائما الخبره لها الدور الفعال في نجاح المشروع. لازم يكون انا اكون عارف المشروع ايش اللي اخطا عليه المشروع هذا، ايش اللي تكون عواقب هذا المشروع، هل انا اقدر ان انجزه، ان انا اكون صح اني واثق من مشروعي. لان انت الحين داخل سوق، وسوق فيه تنافس كبير، وكما تعلمون ان الحين معنا مشاريع اسمها الوافدين، مو خاصه في المشاريع هنا ينافسون، وما نقدر ناخذ. حتى الحين في ابسط المثال، الحين كان الشركه طالبه نزلت القيمه، كنا قبل يمكن 3 شهور بس بنعلم ان انا كنت مواطن في هذه الشركه واديرها بروحي بنفسي، وبالرغم اني عندي بعض الوافدين. نعم. موجودين معي. ما وظفت عمانيين؟ لا، عندي عمانيين شخصيين موجودين الحمد لله، شخصيين موجودين عندي. واحد عامل تفريغ وتشحيد، والعامل الثاني والسائق الثاني عمانيين طبعا.
والحمد لله رب العالمين. يعني في مثل ما تقول إبراهيم سؤالك يعني هو كان السؤال عن الخبرة، وأنه يعني ليش الشباب يعزفوا، عن الإقبال على مثل هكذا مشاريع متميزة مع أنها هي أرباحها عالية وكبيرة. خلنا ننتقل إلى نقطة مهمة محمد، عالم النفط ومشتقات النفط كبير، يجهله الكثير من الشباب، يخافوا الدخول فيه لأنه يعني يعتقدوا بأنه عالم معقد، يعني هذا عالم النفط وغيره. أنت يمكن محمد اشتغلت في مشروع مهم وهو الزيوت ومشتقات النفط، هل هناك أفكار أخرى ممكن يدخلوا فيها الشباب يمارسوها يربحوا منها؟ نعم، في أفكار حلوة ومكسبة مثل ما تقول يا إبراهيم في مشاريعهم. عندك مشاريع مثل حقول النفط، تمويل الحقول النفط تمويلهم ما لازم يكون كأعمال زيوت وغيره ومشتقاته. في عندك الكيسينج، هو البيبات كالمحليين نسميها الأنابيب. نعم. هذه زين تعاد تصنيعها بأحجام، وهذه كلها واقفينها يد وافدة. نعم. يدين وافدة هي بتصنيع بالحجم اللي ها تريده، مثلا حقل النفط أو الموقع الحفر. يعني يضطر جميع الشركات اللي معانا هني تاخذها من شركات خارجيه عالميه. ولما توصلها هني تحتاج لفتره من الزمن تقريبا فوق شهر او شهرين. صحيح. فبامكان احنا العمانيين نستخدم هذه المكاين هذه يعني ونعملها هني ونصنعها. نصنع هذه المكاين ونصنعها ونلبي الطلب. في ابسط المثال، كان شيء شركه عالميه من شركات حقول النفط اضطرت لي تاخذ زيوت لعدد 1000 حبة، فاضطرت انها تاخذها وتلبيها من الشركة الام اللي موجودة هنا في في السلطنة في محافظة مسقط. فالشركة هذه لازم تكون تريد وقت عشان كنت تلبي الطلب هذه، تصنع هذه الكمية. نعم. والحمد لله بالفضل دخولي مع الشركة هذه في الايميل وصلني ان احنا طالبين كذا كذا، تقريبا ما يقارب 1000 برميل. ممتاز. في وقت محدد. هل تقدر انكم تلبون الطلب هذا وتودوا لنا؟ احنا سرعنا على طول، بالرغم انه كان موجود معي في الستور الحمد لله، فاخذت هالفرصه ردت عليه بالايميل انه احنا متوفر معانا وجاهزين. كانت الكميه موجوده كلها؟ كانت الكميه موجوده الحمد لله. كلها 1000 برميل. 1000 برميل. ممتاز. فاخذنا احنا 1000 البرميل وطلعت، حتى انا كنت انا طالب بروحي في السياره الكبيره. ما شاء الله انت اللي تسوق. اي نعم، وكان عندي زميلي عماني نفس الشيء معي. وصلنا الاسمه وردناها معاهم. خلص اكتب هناك، خلاص روح المكتب الرئيسي وتفهم معاهم في المكتب الرئيسي. ممتاز. والحمد لله على رب العالمين. هذه فرصة انهم يتعاقدوا معك على طول، لان انت وفرت لهم شيء ما قدرت حتى الشركات الاجنبية توفره. يعني هو علشان نكون تعرف الشركات هذه المصفاة او الشركات اللي تنتج المادة هذه الخامة تحتاج لوقت، او في عندها طلبيات شركات كبرى ثانية، فهم يحتاجوا للضروري تلبي الطلب. طبعًا وهذا طبعًا سوق تنافسي. وانتم نجحتوا في هذا الشيء وكسبتوا الحمد لله رب العالمين. احنا كسبناها ووصلنا عليه الموقع وادينا الكميه المطلوبه. الكميه المطلوبة. خلود، من خلال تجربتك يعني هل تجدين ان التشريعات القانونيه والقرارات اللي تم سنها مؤخرا تشجع الشاب العماني على انه يبدا في مشروعه؟ أيوة الصراحة، يعني في القرارات اللي من بعد ندوة سهل الشامخات فيها قرارات كثير ممتازة أنها تشجع المواطن أو الشاب أنه يتجه لصندوق الرفد وأنه يقوم تمويله من صندوق الرفد أو أنه يقوم بإنشاء عمل الحر ويديره بنفسه. أنت يعني حضرتي هذه الندوة؟ أيوة أنا حضرتها الحمد لله. واستفدتي منها؟ أيوة استفدت منها وشفت النقاط المطروحة وشفت الناس وشكاويهم وكذا والحمد لله. واختلطت برواد الأعمال، كيف كانت يعني أكيد أخذت خبرة من رواد الأعمال، ممكن تخبرين عن هذا الموضوع؟ والله كخبرة خبرة لا، بس شفت مشاكلهم، شفت الأخطاء اللي وقعوا فيها، شفت نجاحات، فالحمد لله اكتسبت من الأخطاء ومن الخبرات بإني هذا الشيء يخليني أرتقي أكثر وأكثر، إنه تتجنب الأخطاء اللي هم وقعوا فيها. أكيد. طبعا حديثنا مستمر معكم للحديث عن مشاريعكم المتميزة والمختلفة، ولكن بعد وقفة مع المصممة المبدعة فاطمة الشريقي.
وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة المواهب، ومعانا اليوم الموهوبة فاطمة بنت حمد الشريقية من كلية العلوم التطبيقية بنزوة. أهلا وسهلا فيش فاطمة. أهلا وسهلا بك حنيفة. مشاهدينا، موهبة فاطمة هي في عالم التصميم. فاطمة اليوم راح تخبرنا عن هوايتها اللي هي التصميم. فاطمة، حكي لنا عن التصميم وكيف بدأتي في عالم التصميم وكيف طورتي هذه الموهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية وجودي في هذا البرنامج الجميل ما كان سيكون لولا توفيق الله سبحانه وتعالى في البداية، ومن ثم تشجيع الناس المحيطين بي. بدايتي في التصميم بدأت منذ أن كنت في المدرسة تقريبا في الصف العاشر الأساسي. بدأت أطلع أكثر على برامج التصميم، أتعلم البرامج عن طريق مقاطع اليوتيوب، أطلع في الكتب أكثر. بدأت تصير يصير هذا المجال قريب مني أكثر. بدأت أبحث عن برامج جديدة أرتقي بمستواي أكثر في هذا المجال، إلى أن أصبحت متمكنة من استخدام برامج التصميم. طبعا أكيد أنت عشان تطوري هذه الموهبة محتاجة مثلا أنك تدخلي في دورات، هل يعني انضممت لعدة دورات لتطوير هذه الموهبة؟ بالفعل. طبعا المصمم لابد أنه يوجد لنفسه أكثر من مصدر يأخذ منه المعلومة. التصميم محتاج أنه الشخص يطلع أكثر، يغذي مخزون البصري أكثر. فمن خلال الدورات أستطيع أن أرتقي أكثر بالموهبة هذه. عن طريق نفس الشيء التواصل مع المصممين الآخرين، سواء كانوا مصممين عمانيين أو مصممين عالميين. من أكثر مصمم شدتش يعني التصاميم؟ في كثير أسماء يعني، ولكن وجه تحية للمصممات العمانيات اللي والمصممين العمانيين اللي يستخدموا التصميم كأنه جواز عبور لينقلوا من خلاله الهوية الوطنية. أنت الحين خلاص تريد تتخصصي في مجال التصميم، ولكن شو هي التخصصات التصميم اللي تطرحها الكلية؟ أنا حاليا في السنة الثالثة، لم أتخصص بعد، ولكن الكلية تطرح ثلاث تخصصات: تخصص التصميم الرقمي، تخصص التصميم الجرافيكي، وتصميم الداخل أو التصميم المكاني. وفاطمة وين نجدها يعني؟ إن شاء الله تصميم الجرافيكي. كل التوفيق لك يا فاطمة. شو أهم الأعمال اللي قدمتيها في مجال التصميم أو أبرز مشاركاتك في مجال التصميم؟ طبعا حينما أتحدث عن المشاركات أو عن الأعمال ما أذكر جميع الأعمال، وإنما أذكر الأعمال اللي تركت أثر في نفسي. آخر الأعمال هذه كان تصميم مذكرة كلية العلوم التطبيقية بنزوة والتقويم السنوي لعام 2015، لأنها كانت تجربة جديدة في تصميم التقويم، أضافت لي أشياء جديدة بالرغم من أن فيها كانت تحديات، لكن الحمد لله تغلبت عليها. شو هالتحديات؟ حدثينا عن هذا التحديات. يعني تصميم التقويم كبداية أولاً حسيت أنه ما أقدر يعني أصمم تقويم، كونك يعني ما تعلمت البرامج الخاصة بعالم التصميم. أيوة. ولكن ثقة المحيطين بالأساتذة في الكلية، يعني حينما يعني يعطيك شخص أنك أنت قادر في هذا المجال، هذا بحد ذاته حافز، يعطيك دفعة يعني معنوية. الحمد لله تم إصدار التقويم المذكرة، وتلقى يعني بعد ما تم تصميم هذا التقويم المذكرة، بالتأكيد يعني ما في عمل كامل، أكيد يعني في بعض الانتقادات. أيوة. المصمم لابد أنه يتقبل النقد، سواء كان نقد هدام أو نقد بناء، المصمم لابد أنه يعرف إيش هي. لا، إحنا مع النقد البناء لكن مش مع النقد الهدام. أنت عضو في حملة مبدعو عمان، شو كان دورك في هذه الحملة؟ حملة مبدعو عمان أنا أعتبرها باب من أبواب الإبداع. حملة مبدعو عمان هي حملة تطوعية فيها أكثر من قسم، تهتم بالشباب الموهوبين أو الشباب اللي هم عندهم إيجادات في مختلف المجالات. شو كان دورك في هذا الحمل؟ أنا دخلت قسم الإعلام في حملة مبدعو عمان كنوع من التجديد، ما فقط في مجال واحد. المصمم نفس الشيء لابد أنه يكون يعرف في أكثر من يعني، أو يلو بصمة في أكثر من مكان. فحاليا نشتغل على معرض الابتكارات العمانية الثاني من تنظيم شركة الساحل الشرقي لتنظيم المعارض، وبالتعاون مع حملة مبدعو عمان وتشرف عليه وزارة التعليم العالي. تتوقع فاطمة كيف ممكن إحنا ننشر اللي هي مثلا موهبة مثل موهبة التصميم، يعني أو أن إحنا نخليها في إطار خارج إطار الدراسة؟ أنا بالنسبة لي يعني التصميم هو بالنسبة لي أسلوب حياة، يعني ما فقط في مجال الدراسة، ويعني أجعل نفسي فقط في دائرة واحدة، وإنما لابد أني أطلع أكثر. الفنان الحقيقي هو من اللي يسعى إلى تطوير اللي حوله، ما فقط يطور نفسه،
يحول يسعى الى تطوير الناس يعني اللي حوله. فاطمة الشريقي نتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا كانت معنا فاطمة بنت حمد الشريقية من كلية العلوم التطبيقية بنزوة، موهوبة في عالم التصميم، نتمنى لها كل التوفيق، ونرجع معاكم ونكمل حديثنا حول المشاريع الشبابية. حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام، ونكمل حديثنا مع ضيوفنا عن مشاريعهم الصغيرة المتميزة. خلود، تتابع المشروع الخاص فيش بنفسك؟ يعني تنزل إلى الصناعية وتروح للمحل وتشوف الإطارات وش الموجود وش الناقص؟ أيوة، وأنا اللي أخذ الأوردر والطلبية وأقوم بالتواصل مع الشركة وأطلبها وأوفرها. ما في حد يساعدك في في عمالي، العمال موجودين، بس كبصفة شخصية أنا اللي أشوف طلبية الإطارات. ممتاز. يعني في حالة مثلا بحتاج التواصل مع زبون معين وكذا، تتواصلي مع الزباين، تحاولي تشوفي طلباتهم المختلفة، ما عندك مشكلة في هذا الشيء؟ لا ما عندي مشكلة، لأن هذه وظيفتي، أشوف طلبات الزبائن. نعم. وأشوف الإطارات اللي محتاجينها. يعني في يجيني نوع من أنواع الزبائن يقول لي مثلا أنا هذا قياس الإطار أريد أخذه، يعني الحمد لله كسبت نوع من أنواع الكستمر الدائم اللي اذا بغى اي نوع اطارات ينتظرني لحد ما انا اجيب الطلبيه اوفر له اياها ويجي يركبها عندي. يعني ممكن نقول احنا يا خلود ان انت قدرت تذللي الصعوبات اللي واجهتك وخلقتي لش علاقات تجاريه بينك وبين حتى بين المؤسسات الاخرى وبين الاشخاص نفس الشيء. الحمد لله، ايوه قدرت، يعني بفضل من الله وبجهودي وبجهود صندوق الرفض، وقدرت كثير اني اتغلب على صعوبات كثيره. جالس بدلت اطارات بنفسك؟ اعرف طريقه تبديل الاطارات، بس كابدل اطار بنفسي لا ما جربت اني اعمل. ابدا؟ ابدا. المفروض تجربي. مو مشكله، بسيارتي بجرب. محمد، يعني هل هناك صعوبات ممكن يعني لا زلت تواجهها مثلا في هذا المجال؟ في صعوبات اكيد. لا زالت. لازم في صعوبات. صعوبات من ناحيه الوزارات ومن ناحيه التصاريح. وقدمت لوزاره التجاره والصناعه باعتماد المنتجي بتسويقه، وعلى الحين بعدنا ما حصلت على الموافقه. الموافقه المنتج، يعني المنتج اللي تشتغل عليه وتسوق له محمد، كمبدئيا وافقوا على شعار الشركه او مسمى الشركه ان ار، وتكون هي في المنتج نفسه، تكون شعار الشركه موجود. نعم. ولكن اقصد ان المنتج هو تصنيع محلي. ها، اللي هو تصنيع محلي طبعا، هو شركات عمان كبيره مثل شركه شيل، شركه نفط عمان بيبي. نعم. شركات تويوتا. انت متعاقد مع واحده من هذه الشركات هي اللي تصنع لك؟ اي نعم، انا اشتري منهم. نعم. وفي معدل الاشخاص يمكن احصل احيانا في دول مجاوره بقيم ارخص، ونفس الشيء أجيب من هناك المنتج. والحين أحاول في شركة أكون أعطيها كون وكالة في عمان تكون تحت إشرافي. ممتاز. وشركة عالمية، شركة كبيرة بمسمى كبير. وإن شاء الله تكون أبدأ أسوق لها. نعم. وعندي بعد في مشروع ثاني. تفضليخ. لا تفضل. في مشروع ثاني إن شاء الله بيكون نفسه من استقاط النفط، هو تلميع السيارات من الخارج ومن الداخل. السيارات النفط، يعني سيارات المواقع النفط ولا السيارات؟ لا العادية. لا، السيارات العادية. السيارات العادية. هذه سيارات معدات واحدة. لا، الحين نكون نوزع في المحافظة. نعم. في المحلات هذه اللي انت نوزعنا هنا عندنا في المحافظة مصر. احنا تونا نقول انك صاحب مشروع متميز، فما نبغى انك تكرر المشاريع اللي الشباب يشتغلوا عليها. يعني هذا مشروع مكرر. لا، انا مولهم بالمادة. المادة اللي هم يستخدموها في المحلات. نعم. المادة هذه الكيماوية اللي يعني هم انت ما تفتح محل خاص، ولكن انت تمول المحلات التلميع. والحين انا امولهم انا، لكن يكون ان يكون هو هي المادة الخام اللي انا اودي لهم اياها. نعم. اللي هي مستخرجات من النفط. نعم. خلود، تشتغلي على الاطارات السيارات الصغيره ولا بتوفري الاطارات المعدات؟ والله حاليا العلامه التجاريه الجديده اللي وقعتها اوفر كل جميع انواع الاطارات، من اطارات حتى بدايه من اطارات الدراجات لاطارات الشاحنات. نعم. الدعم المادي المقدم من صندوق الرفض مجزي، كان كبير، يعني يغطي المشروع اللي انت يعني تصورتي او كنت يعني نويتي انك تشتغلي عليه؟ والله يعني المبلغ كان مجدي، وغير كذا لما انا فتحت المشروع ضفت عليه من الارباح المشروع ضفت عليه المبلغ،
وكبرت الشغل. يعني انت كان عندك مشروع قبل لا تخدمي صندوق الرفد؟ لا انا بديت المشروع مع صندوق الرفد. خلود، في استراتيجيه معينه انت حطيتيها على اساس انه تطوري من هذا المشروع او انك تفتحي مشروع اخر؟ والله في استراتيجيات، اولها اني كنت اسعى للحصول على علامه تجاريه. طبعا انا في البدايه كنت فقط موزع اطارات لمحافظه مسقط لنوع من انواع الاطارات، والحمد لله سعيت على اني احصل على علامه تجاريه وحصلت عليها وسافرت ووقعتها ورجعت، وحاليا سبق وخبرتكم انها جايه في الطريق. وفي لي خطط مستقبليه اني يعني اسعى اني اعمل مصنع الاطارات في السلطنه. أنا هذا طموحي، إن بدل ما أروح أخذ الإطارات من برا أنا أصنع إطارات ذات مواصفات وجودة عالية تكون مصنعة في السلطنة. مصنعة محلياً. مصنعة محلياً، والسلطنة توردها للعالم كله بدل ما إحنا ناخذ إطارات من العالم. بتسوي لنا إطارات وردية؟ والله هي الإطارات تجي بلونها بس إن شاء الله، ليش لا؟ محمد، يعني في نية لك لتطوير الشركة أكبر من كذا؟ إن شاء الله عندي طموح أنك تكون مثل ما قالت الأخت خلود، أن تكون لنا مصانع. المصانع هذه لإنتاج الخام هذا. وإن شاء الله يكون في طموح ثاني إن شاء الله بإذن الله تعالى، هو طموحي أن يكون هذه كل هذه المواد مثل ما تقول مواد سائلة، مواد خامية ومتوفرة معنا في عمان. عندنا الحين في ميناء صحار يوفر هذه المادة الخام، وعندنا في ميناء الفحل نفس الشيء. ممتاز. الحين هذه الشركات تكون هي كلها تريد كراس مال كبير لهذه المعدات، واللي كان يكون عندك استشاريين فيه أو مهندسين يقوم بالعمل، وإن شاء الله يكون بإذن الله تعالى. الحين هم مسوي دراسة وأنا عرضتها على صندوق الرفض نفس الشيء مع الأستاذ التنفيذي طارق الفارسي. نعم. وطلع على الموضوع، ولكن هو الحمد لله يقول يسعى انت، وقلنا ما بخصوص انك ماده من صندوق الرفد، لكن اريد كاستشاره من المستشارين اللي موجودين معاكم في صندوق الرفد، وخلنا ان شاء الله مفتوح المكتب اي وقت تعال، وان شاء الله بيكون اسمه أكيد باذن الله تعالى يكون يساندونا في الموضوع ان شاء الله. خلود، كيف يعني سوقتي للمشروع هذا تبعك؟ والله كبداية سوقت المشروع عن طريق وسائل الاتصالات، الوسائل المعروفة والمتداولة بشكل عام، وعن طريق البزنس كارد، وعن طريق توزيع أوراق، عن طريق عروض، عن طريق أشياء كثيرة. يعني عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي؟ أيوة. كم عدد الفولورز تبعك؟ والله ما عديتهم. بس أهم شيء في إقبال، وأنت أعلنتي عن مشروعك وأنه خلاص هم يعني صاروا على دراية بالمشروع. أيوة الحمد لله. محمد، مشروعك محتاج تسويق؟ ما أعتقد. يحتاج طبعا، يحتاج إعلام، يحتاج تسويق في يعني في مجال الشركات اللي هي تطلب هذا النوع من الزيت. نعم. صحيح. نعم، دي التسويق، وعندنا مسوين استيكرات للمحلات، يعني مثل أي محل نحصل عندي إعلامي طبعا يخرج، هو بالفعل وافد. نعم. يعني هو اللي يسوق، هو يسوق يلزق اسم الاستيكرات هذه على المحلات، على المحلات التجارية. سوقت إلكترونيا يعني عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي؟ نعم. سوت خلود؟ سوقت. سوقنا، وهذه اللي مع اسم دعمتني للوصول إلى حقول النفط طبعا. يعني شفت فائدة شبكات التواصل الاجتماعي؟ لا هي أكيد مفيدة، ويمكن يعني مواقع التواصل الاجتماعي تفيد، يعني راح تفيد مشروع خلود أكثر. شيء حتى الواتساب الحين طريقة الوصول. صحيح. نعم. ولكن يعني أنت المشروع اللي تشتغل عليه محمد هو خاص بالشركات أو المحلات التجارية، يعني أنت ما تتعامل مع الزبون المباشر يعني مثل خلود. خلود تشتغل على التسويق يعني للعامة الناس، الكستمر اللي يكون مواصل أو الزبون اللي يوصل على المحل. لكن لا، أنا أتسوق مع الشركات الكبار، الشركات هذه الكبيرة، ونفس الشيء مثل ما قلت لك نسوق للمحلات الصغيرة اللي تستخدم لها. أنت الحين سيارتك الخاصة تحتاج لها لصيانة، والصيانة شيء قايل ويعني صيانة كاملة شاملة. بس أنا راح أشتري من عندك مباشرة ولا أنا أشتري من المحل اللي أنت تبيع عليه؟ لا إن شاء الله تكون تشتري من عندي مباشرة. خلاص بعد إطاراتك لازم تشتريها من خلود. إن شاء الله بإذن الله. محمد، يعني سؤال أخير بس، هناك يعني مثل ما ذكرت لك أنا في البداية، هناك كثير من الأفكار الأخرى في مجال النفط، تفكر أنك تتوسع أكثر في أفكار أخرى غير الزيوت؟ نعم، عندي فكرة ثانية إن شاء الله غير الزيوت توسع فيهن، مثل نعمل مصنع لإعادة تصنيع مياه البطاريات. ممتاز. صناعة مياه البطاريات هي كلها
ما تحتاج لدراسه كبيره ولا تحتاج لشيء، هي كلها مكاين تتعدى مثل تصفيه الماي. نعم. والماي الاديتر هو المبرد للسياره. ممتاز. نفس الشيء ان شاء الله بنكون هي نفس الماكينه هذه تصنع الراديتر هذا مبرد السياره ولا المبرد الماي الماي اللي يكون فيه الماي طبعا تكون حتى لاحظت انه الماي يكون لون اخضر صح واحيانا يكون لون احمر صح. هذه كلها مواد كيماويه تحت وهي تصفيه وتنقيه بالماي ومع البطاريات طبعا ولكن الحمد لله الحين بديت انا الحين ابي حتى البطاريات للشاحنات الكبار. ما راح يكون مكلف المشروع محمد؟ هو ما يكلف تقريبا فوق 150 الف تقريبا فقط. ما مكلف. ما مكلف كثير لان كونك انت الحين خلاص انت الحين مستند لانك عندك مشروع صح كبير صح وبديت في المشروع الحمد لله لان المشروع من صندوق الرفض الحين 6 شهور والحمد لله يمشي على نجاح. ما شاء الله. نعم. طبعا زيوت واطارات وكل هالاشياء لازم تودينا طبعا. نعم. عشان نكون ما نعطي الفرصه للوافد ما دام احنا عندنا القدره ان نشتغل خلاص هذا بتكون تحت رئاستنا تحت قيادتنا بتكون تنوع تفرع من شركاتك والحمد لله رب العالمين. البركه فيكم والبركه في الشباب طبعا احنا ايل وسيارات واطارات وزيوت والبركه في الشباب وفي مشاريعهم والحين طبعا احنا قريبين جدا من هذا العالم راح ننتقل لعالم السيارات. حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام في فقرة عالم السيارات ومع المهندس عماد المحمداوي خبير في تحليل النظم البرمجية والتطبيقات الهندسية. حياك الله معنا اليوم مهندس. حياك الله أستاذ إبراهيم. مهندس أول على زمان السيارات القديمة ما كنا نسمع بكلمات صرنا نسمعها الحين يعني مثل برمجة وفحص وغيره من الكلمات ومسح وإعادة برمجة. خلينا نتعرف على مفهوم البرمجة في البداية يا مهندس. مفهوم البرمجة ببساطة هو إعادة ضبط القيم. نعم. كل قطعة في السيارة كل قطعة كهربائية تسيطر على قطعة ميكانيكية تحمل قيمة معينة فهذه القيم أحيانا يحدث خطأ فيها أحيانا تتبدل هذه القيم نتيجة لأعطال نتيجة لعطل جزء معين. نعم. السيارة تحوي على نظامين، نظام اللي هو النورمال مود النظام الطبيعي من تكون السيارة خالية من أي أعطال. نعم. تكون على النورمال مود. أما لما تعطل عندما تعطل بعض القطع الأجزاء هذه السيارة راح تنتقل أوتوماتيكيا إلى السيف مود إلى النظام الآمن القيادة الآمنة حتى توصل سائق إلى مكان الصيانة. الصيانة. لأن ما ممكن أنت أي قطعة تعطل بالسيارة السيارة راح تتوقف تماما. فتلجأ الشركات إلى وضع هذه النظام اللي هو السيف مود. النظام الآمن. القيادة الآمنة. حتى تكسب سمعتها وظل سمعتها. عشان ما تورط الناس في أي لحظة في أي مكان توقف السيارة. فلذلك تنتقل السيارة أوتوماتيكيا إلى السيف مود. السيف مود هذا ما راح يأخذ بقيم الأعطال القيم الأجزاء العاطلة. بينما راح يأخذ من جدول موجود ومثبت في داخل نظام السيارة. يأخذ هذه القيم من عندها ويستفاد من عندها لتحريك أجزاء السيارة للقيادة الآمنة. ولذلك راح تكون السيارة ذو عزم محدود ذو قدرة محدودة ليس كما كانت على الأول في النورمال مود يعني. بالفعل. مهندس هناك يعني أيضا كلمة أخرى وهي المسح. يعني إيش الفرق بين البرمجة والمسح؟ نعم. كمبيوتر السيارة يحوي على ذاكرة. نعم. هذه الذاكرة تقوم بتسجيل جميع الأعطال اللي ينتبه عليها كمبيوتر السيارة. يعني من تكون تصير أي مشكلة في السيارة الكمبيوتر السيارة يتحسس هذه المشكلة راح يسجلها ويخزنها في داخل هذه الذاكرة. حتى لما تروح السيارة إلى جهة الصيانة راح يشبكون الكمبيوترات ويبين ويقدر يقرأ إيش اللي تسجل في داخل هذه الذاكرة. فعملية المسح هي عملية مسح لهذه الذاكرة. ممتاز. نعم. اللي هي تختلف عن البرمجة. نعم. عندنا برمجة يسموها برمجة الطيبين مهندس ما سمعت فيها؟
لا والله وهي يعني فصل البطارية. فصل البطارية تعتبر فصل البطارية نوع من أنواع البرمجة؟ لا طبعا أكيد هي ليست نهائيا هي ليست نوع من أنواع البرمجة على الإطلاق على الإطلاق. ولكن البعض يقول إنه يعني لما أفصل البطارية وأرجع تشتغل السيارة أو مثلا يروح التنبيه اللي يظهر مثلا في العدام. إيش اللي يحدث لما تفصل إصبع البطارية؟ الذاكرة في داخل ذاكرة الكمبيوتر تنمسح. هذه الذاكرة تنمسح تماما. حتى تلاحظ إنه ساعة السيارة بالفعل بالفعل تتغير. فلما ترجع أقطاب البطارية وتشغل السيارة الكمبيوتر راح يكون ممحي ذاكرته من أي شيء فراح ينتقل إلى النورمال مود لفترة بسيطة ومن ثم يتحسس مرة أخرى العطل ويتحول ويرجع مرة ثانية إلى السيف مود. فهي ليس ببرمجة نهائية. جميل مهندس، يعني هي طريقة صحيحة ولا لا؟ طبعا هي ما صحيحة، ليست بصحيحة لسبب، لعدة أسباب. بما يخص السيارات الحديثة هي تكاد تكون خطأ، يعني خطأ وممكن أنه يحدث عطل بسبب هذا عطل في داخل كمبيوتر السيارة، في داخل الكمبيوترات اللي الأجزاء الفرعية الإضافية. وأيضا هي سلبا تنعكس سلبا على صاحب السيارة، لأنه لما يوديها إلى جهة الصيانة ويفحصون السيارة ما راح تكون في ذاكرتها أي شيء، وبالتالي راح يلجؤون إلى التجربة، إلى تجربة أي قطعة عاطلة، هذه القطعة وهذه القطعة، وبالتالي تنعكس سلبا على صاحب السيارة. صحيح، يضطر غير أشياء يمكن أشياء محتاجها. هي ما تحتاجها. صحيح. يعني مهندس دائما ما تصير عطال ونصلحها، ولكن يظل التنبيه موجود. ليش نحتاج إلى إعادة البرمجة حتى بعد استبدال أو إصلاح السيارة؟ سيارات الحديثة صمم فيها نظام خاص، إذا تحسست أي عطل راح كمبيوتر السيارة، طبعا هو كمبيوتر السيارة مسيطر على جميع الأجزاء الكهربائية، فلما يشعر أي مشكلة في أي قطعة راح يقطع عليها الكهرباء. راح تنقطع عليه على هذه القطعة راح تنقطع الكهرباء تماما. فأنت لما تستبدل هذه القطعة تحتاج قوة كهربائية مرة ثانية علشان أنها تشتغل، فلو استبدلتها بدون إعادة برمجة ما راح تشتغل، وبالتالي راح تشوف السيارة ما متصلحة، وأنت صرفت جهد ووقت وفلوس في سبيل أنه تشتري القطعة وتبدلها لكن ما تصلحت السيارة. فبعد إعادة البرمجة راح يعاد الكهرباء إلى هذه القطعة، ومن ثم تشتغل وتؤدي الأداء الصحيح. سؤال أخير باختصار مهندس، إيش هو الفرق بين الفحص والبرمجة؟ الفحص هي كشف الأعطال، هي الكشف على الأعطال، والكشف بواسطة الكمبيوترات المتخصصة، والكشف بواسطة الأنظمة المتخصصة والأنظمة المساعدة أيضا كالأوسيلوسكوب. أنا اليوم جايب واحد من أجهزة الأوسيلوسكوب أيضا. ممتاز. اللي متخصص في الأوسيلوسكوب اللي ممكن أنه تفحص بعض الأجزاء وتشوف الإشارة فيها كيف تكون. أما البرمجة فهي إعادة ضبط لقيم القطع المرتبطة في الكمبيوتر. جميل. مهندس عماد المحمداوي، خبير في تحليل النظم البرمجية والتطبيقات الهندسية، شكرا لك على وجودك اليوم معنا في فقرة عالم السيارات. شكرا لك. إذن متابعينا ومشاهدينا، نرجع لضيوفنا لاستكمال حديثنا عن المشاريع الصغيرة الجديدة والمتميزة. معكم مشاهدينا من عالم السيارات لنكمل في عالم المشاريع الصغيرة. خلود، خبرينا عن دعم صندوق الرفد، هل لازال مستمر ولا انقطع؟ طبعا أول شيء هم دعموني ماديا ومعنويا، وما زالوا يعني مثل بنتهم، أنا اعتبروني، فما زالوا أهم شيء الشعور بالانتماء للحين. بصراحة الشعور بالانتماء كبير، يعني ما قصروا المسؤولين، من أكبر واحد فيهم لأصغر واحد فيهم كثير كانوا متعاونين، طريقة تعاملهم كانت كثير متفاعلة وعملية، ما كان أبدا حسيت أنه والله يعني نفروا من المشروع، لا بالعكس حبوا المشروع، اهتموا بالفكرة، استغربوا بداية أن شلون بنت راح تدير مشروع إطارات، وفي منهم استفزوني صراحة بنت تدير مشروع إطارات وكذا، بس الحمد لله من بعد ما شافوا أني أنا جادة في المشروع وأني أنا يعني عندي الإصرار والقدرة لأني أدير المشروع، لا ما قصروا وحتى ما أخروني. قمت بالإجراءات سريع وصرفوني المبلغ بشكل سريع، وما زالوا يعني في تواصل بيني وبينهم أن كيف المشروع محتاجة شيء وغير كذا، أنهم يجوا يشوفوا المشروع
يتابعوا في متابعة دورية للمشروع ويشوفوا هل النجاح الربح إذا في عندي تعثرات يعني ما قصروا أبدا. وشو الأشياء اللي استفزتش في البداية يعني كيف أقنعتيهم اللي حواليش بالفكرة هذه اللي هم يعني يعني متنرفزين منها؟ هو كان في فئة منهم راضية وفي فئة منهم لا بنت تدير مشروع إطارات يعني بنت أوكي مشروع مكياج مشروع عبايات فساتين مشروع ورد مشروع شوكولاتة إطارات إطارات أنت فاهمة شنو إطارات؟ قلت لهم أيوة أنا فاهمة شنو إطارات وهذا المشروع استفزازي استفزازهم إلي حفزني أكثر أني أقنعهم أني أنا قادرة أدير هذا المشروع والحمد لله يعني شافوني جادة فابتسموا لي وعطوني عاد الحين هم فخورين بيكونوا فيك والله هم دائما يقولوا لنا احنا فخورين فيش كثير يعني كنا خايفين وكان خوفنا ما في محله محمد هل تعتقد ان عندك القدرة في الدخول في مشاريع كبيرة اكبر من اللي تشتغل عليها حاليا ان شاء الله مثل ما خبرت قبل ان شاء الله بيكون عندي ما عندك تردد لا ابدا من شيء ولا تخاف انك يعني رح. تاخذ شيء اكبر منك الحين خلاص بكون متفرغ لاعمالي ومتفرغ ما مرتبط بوظيفه اخرى محمد؟ لا ما مرتبط ابدا هذا شغلك فقط اي نعم اعمالي هذه وعندي مثل المعدات الثقيله نفس الشيء اديرا والحين عندي فكره مثل هذا اللي الحين نصدر للشركات الكبار الحين عامل سياره وهي كقراق متنقل اشتغلت عليها خلاص جاهزة؟ نعم الحين بادي فيها شيء ان شاء الله خلال هذا الشهر القريب ان شاء الله بتكون ان شاء الله ننتهي منها وتكون هي طالعه بكامل بادواتها باغراضها النفطيه مثلا بالصيانه بالعمال الموجودين فيها موجودين وان شاء الله نحاول نكون حتى يكون حد عماني يكون معي ان شاء الله ويكون كميكانيك خلينا نقول ويطلع معي ونكون نستفيد نفس الشيء لصيانه المعدات هذه اللي موجوده في الصحراء وحتى نكون شركات المحلية طبعاً جميل. خلود الموظفين اللي يشتغلوا معاش وافدين ولا عمانيين؟ وافدين حالياً بس إن شاء الله بالفروع الثانية اللي حابة أني أعملها راح يكونوا من بني جنسي العمانيين إن شاء الله طبعاً أنت الحين عندك فرع في مسقط الفرع القادم وين راح يكون؟ أنا ناوي أتوسع في كل السلطنة فإن شاء الله الخطة القادمة راح إن شاء الله تتفاجئوا فيها وتشوفوا خلود فكرة محمد وهي ورشة متنقلة فكرة جيدة ما تفكري تشتغلي عليها؟ والله بالنسبة لمجال الإطارات صعبة شوي لأن أنا يعني نعتقد الشاحنات يعني هي الشاحنات يحتاجوا أكثر هذه يعني الورشة المتنقلة أيوة هو الشاحنات ومجال اللي هو السيرفس اللي هو تغيير الزيوت وتغيير الآيل وهالأشياء محتاجين هذا الشيء بس أن أنا يعني الأدوات في المحل فصعب أني مثلا أعمل شاحنة متنقلة وأني يعني اروح واشوف الزبائن وهالاشياء لان في فروع كثيره وفي محلات كثيره للاطارات فممكن الواحد يعني يوقف في السياره ويروح يشوف بس ان شاء الله في المستقبل لا انا اقصد انه يعني احيانا تتعطل شاحنات على الطريق العام وغيرها يحتاجوا انه في احد يجي يغير لهم يعني ورشه كامله معها الاطارات والمعدات وكذا تغير لهم بتكون فكره جيده ان شاء الله سؤال اخير بس لو طلب منك خلود توفري كميه كبيره مثلا لشركه كبيره كميه يعني من الاطارات بمبالغ كبيره انت مستعده قادره اكيد على اتم الاستعداد اني اوفر للشركات ولاي جهه تطلب مني هذا الشيء سعدنا بالحديث معاكم حول مشاريعكم اللي نتمنى لها النجاح كانت معنا الفاضله خلود البلوشيه صاحبه مشروع اصلاح وبيع الاطارات شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم ايضا شكر لك الفاضل محمد الاسماعيلي صاحب مشروع بيع الزيوت النفطيه ومشتقاتها شكرا لك جزاكم الله خير دائما